بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن في عندنا chapter drugs used in gastrointestinal dysfunction. الآن بنحكي عن الأسيديتي تاعت الاستومك وشو الدراجز اللي راح تقلل الأسيديتي تاعت الاستومك بموضوعنا الآن. فـ drug used in peptic ulcer disease PUD عندك هون طبعا شكل كثير مهم اللي هو شكل البروتون بامب. البروتون بامب هي المسؤولة عن إنها تضخ الاسيديتي داخل السمك، فبالتالي زي ما انتم شايفين هاي هي البروتون بامب اي تي بيز الموجودة عندنا. هون الاسيديتي اللي هي الاتش هو المسؤول عن الاسيد، والبامب عبارة عن ايش؟ انها تدخل البوتاسيوم لجوا وتطلع الاتش لبرا، فبالتالي هي اي تي بيز بتدخل البوتاسيوم وتطلع الاتش، والاتش هو الاسيديتي. بالتالي انا بدي احاول اني اوقف هاي البروتون بامب حتى اني ايش احاول اقلل الحموضة الموجودة عندي بالمعدة. هاي البروتون بامب اللي بتضخ البروتون في لها اربع اصدقاء، والاصدقاء هذول يعني خلينا نحكي يعني بيتحكموا فيها. مين هم الاصدقاء؟ في عندك اول صديق اللي هو الاتش 2 هيستامين 2 اتش 2 ريسبتور. فبالتالي انا اذا الاتش 2 ريسبتور تفعل، اذا الاتش 2 ريسبتور فعل بفعل البروتون بامب، وبالتالي انا بدي احاول اني اعطي اتش 2 انتاجونست حتى اوقف الاتش 2 هاي. فاذا وقفت الاتش 2 انا راح توقف عندي ايش؟ البروتون بامب، تمام؟ فبالتالي واحد من الادويه اللي هو اتش 2 انتاجونست زي السيمتيدين والرانيتيدين والفاموتيدين النيزتيدين الاشياء التيدين هذول بعملوا لي اتش 2 انتاجونست، فبالتالي هيك انا بكون ثبطت واحد او سكرت واحد من الابواب اللي ممكن تفتح البروتون بامب، واضح؟ اذا هاي اول نوع ادويه. بس الشغلة الثانية، الصديق الثاني اللي هو المسكرونيك ريسبتور بيشتغل عليه طبعا السيركلين، فبالتالي انا برضو اذا عملت انتاجونست للمسكرونيك ريسبتور هذا برضو انا هيك بكون سكرت واحد من الابواب. الان نيجي انسول البروستاجلاندين، هذا بنزل تحت على الجاسترين. الجاسترين واحد من اهم الشغلات اللي ممكن تضبط لي البروتون بامب، اللي هو عن طريق ايش؟ اني اعمل برضو انتاجونست للجاسترين الموجود عندي. لكن للأسف الشديد ما في إشي بقدر أنا أثبط فيه الجاسترين، واضح؟ أنا بقدر أثبط الاتش 2، بقدر أثبط المسكرونيك، بقدر أوقف كمان البروستاجلاندين، لكن الجاسترين ما بقدر أشتغل عليه. والدليل اللي هون طبعا إيش؟ في عندك جاسترينوما اللي ممكن تصير بالبنكرياس بالزولينجر إليسون سيندروم، بيزيد عند الجاسترين بشكل كبير، وبالتالي بحفز الأسيديتي بشكل كبير، فبصير في عندك نتيجة زيادة الأسيديتي بصير في عندك مالتيبل بيبتيك ألسرز ودودينال ألسرز وجوجينال ألسرز. تخيل لوين الأسيديتي وصلت قد ما في أسيديتي. ليش؟ لأن الجاسترين بشكل كبير ارتفع عندي. بالنسبة للبروستاجلاندين الآن، البروستاجلاندين هو الوحيد إذا اشتغل، إذا اشتغل بيضبط البروتون بامب، فبالتالي أنا بدي أعطي أجونيست هون اللي هو الميزوبروستول. طبعا الميزوبروستول بيشتغل على اكثر من جبهه، يعني خلينا نحكي البروستاجلاندين هون اول شغله طبعا انه بده يوقف البروتون بامب، بده يعملها انهبيشن. والشغله الثانيه انه البروستاجلاندين بيزيد الميوكس الموجود عنده بالستمك، والميوكس واحد من الشغلات اللي بتحمل الستمك، مظبوط. والشغله الثالثه انه بيزيد البايكربونات، فبالتالي هو نيوترلايز الاسيديتي الموجوده عندي بالستمك، واضح؟ فهيك انا بكون عرفت شو هم الاصدقاء تبعين البروتون بامب. بس في عندك مشكلة ايش؟ اربع ابواب، فاذا انت سكرت باب ممكن تقل شوية الامور لكن ما راح تسكر نهائيا، مظبوط. لكن الان في عدو مش صديق، عدو البروتون بامب اللي هو اسمه بروتون بامب انهبيتر. هذول البروتون بامب انهبيترز مباشرة بيسكروا البوابة الرئيسية للبروتون بامب، فبالتالي ما راح يطلع عندك اسيديتي نهائيا منه. غير انه طبعا بيشتغل از ايش؟ يعني خلينا نحكي irreversible، فبالتالي بوقفها بشكل irreversible، واضح؟ فهي بالنسبة للأبواب. إذا أول باب H2 أنا بعطي H2 antagonist، الأدوية الثانية اللي هي الماسكرونيك antagonist، والميزوبروستول اللي هو بروستاجلاندين agonist. وإذا بدي أوقف كل البواب أقوى شيء راح يكون بروتون بامب inhibitors زي الأوميبرازول واللانزازول وشبهها. بس الآن في عندي شيء اسمه انتاسيد من اسمهم، يعني مضادات للحموضة. هاي ايش؟ تيجي على الاسيديتي، على عفوا على البروتون الموجود عندي بالستمك، على الحموضه الموجوده عندي بالستمك وبتوقفها، ماشي؟ يعني تشتغل ضد الحموضه الموجوده عندي بالستمك، تمام؟ هاي بالنسبه للانتاسيس.
في شيء الآن عندي اسمه ساكرال فيت. ساكرال فيت إذا كان في عندي ألسر تعطي ساكرال فيت. ساكرال فيت هو برو دراج، فهو تعطي أنت أز دراج عادي، لكن بس يوصل هون يتفاعل مع الحموضة تاعت المعدة، يتفاعل مع الأسيديتي يتحول لجل، والجل هذا بيغلف الاستمك، عفوا بيغلف الألسر الموجودة عندك هون. بس ساكرال فيت واحد من الأدوية كمان تستخدم بالألسر. واضح؟ إذا هي الأمور تبعتها. نيجي الآن لأول شغلة اللي هي الـ H2 antagonist، زي ما حكينا سيميتيدين، رانيتيدين، فاموتيدين اللي هو مشهور الفامودار، والنيزاتيدين. الآن الميكانيزم أوف أكشن حكينا كيف سبريس سكريتوري ريسبونس تو فود ستيميوليشن، عن طريق حكينا إنه أنا إيش بوقف، بعمل H2 antagonist. واضح؟ هاي أول أول بوابة حكيناها. الشغلة الثانية إنه هو برضه ممكن يشتغل partially antagonize the HCL secretion caused by vagally or gastrin induced release histamine from ECL like cells. يعني شو اللي بدي احكي لك اياه؟ انه ممكن اذا زاد في عندك ال HCL secretion نتيجة مثلا vagal stimulation مثلا، ممكن هذا يعمل partial antagonist. لكن انت المهم انك تعرف ايش الطريقة الرئيسية للانهبيشن، اللي هي عن طريق ايش؟ الـ H2 antagonist. واضح؟ نوقف الـ H2 receptor. No effect on gastrin emptying time، ما له دخل، ما بزيد الموتيليتي، ما له دخل بالموتيليتي. واضح؟ الآن اللهم صل محمد، uses on peptic ulcer diseases overall less effective than proton pump inhibitors. ليش less effective؟ لأنه حكينا لسه في عندك، يعني احنا سكرنا باب لكن لسه ظل في عندك باب كثير، مضبوط؟ فبروتون بومب انهبيتر بتوقف البوابه الرئيسيه. بيستخدم اذا في عندك جير، كثير كويس الجير، لانه الجير شو بزيد حموضه المعده وبصير بصير ارتداد مريئي لفوق. بالزلنجر اليسون سندروم ممكن يستخدم لانه بقلل نسبه الحموضه الموجوده عندي، لكن مش بزياده يعني. الان سايد افكتس مهم انك تعرف، اهم واحد فيهم اللي هو السيميتيدين. تتذكر السيميتيدين كان هو واحد من اهم الانهبيترز لل بي 450، عفوا لل لل بي 450 ايزوفارمين 3A4. فبالتالي انت اذا اخذت سيميتيدين مع ادويه ثانيه، ممكن الادويه الثانيه يزيد الافكت تاعها، يزيد الهاف لايف، لانه ال 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 بعدين يزيد الهاف لايف، لانه حكينا بصير في انهبيشن لل بي 450. هذا بالنسبه للسيميتيدين. طبعا السيميتيدين زي ما هو انهبيتر للبي 450 برضه هو انهبيتر يعني انتي ستيرويد كمان. اذا انتي ستيرويد يعني انتي اندروجينيك، يعني خلينا نحكي، فبالتالي ما راح يتصنع الستيرويد، يعني ما راح يتصنع الاندروجين. واضح؟ يقلل الاندروجين يصير في عندك جاينيكوماسيا وديكريز الليبيدو. فواحد من الدراجز اللي ممكن تعمل لك جاينيكوماسيا اللي هو السيميتيدين. طب انا ليش لازم اعالج الجيرد؟ يعني هو مثلا واحد عنده ارتداد مريئي، يعني طب ليش اعالجه؟ يعني ضروري اني اعالجه؟ تذكروا في اشي كان نتيجة الكرونيك جيرد، ممكن يصير في عندك قد ما بصير اريتيشن واسفجايتس نتيجة الحموضة اللي تطلع الاسفيجس، ممكن يتحول الاسفيجس يصير له ميتابليزيا، بصير في عندك اشي اسمه باريتس اسفيجس، بصير في عندك ميتابليزيا، وممكن بعد فترة يتحول الى ادينو كارسينوما اوف ذا اسفيجس، فلازم تعالج الجيرد. الان بروتون بامب انهبيترز هي من افضل الادوية، زي الامبيرازول مثلا، وحكينا هو بيوقفها irreversible direct inhibitor للبروتون بمب اللي هي بوتاسيوم بروتون انتيبورت in the gastric parietalsis، لانه اصلا وين هي موجوده؟ هي بالبرايتلسيس، مضبوط. uses more effective اكيد بالبتيك ألسر than H2 antagonist. also effect بالجيرد وبالزولينجر اليسن كثير كويس، وبرضه واحد من الاراديكيشن ريجيمن للهيليكوباكتر بايلوري الموجود عندك في المستمر، لانه واحد من حكينا اوميبرازول، كلاريثرومايسين، اموكسيسيلين، ممكن نضيف لها بزموث، ممكن بدل الكلاريثرومايسين ممكن تتراسايكلين، يعني هو اهم واحد من الريجيمن اللي هو الاوميبرازول لاراديكيشن الاتش بايلوري. الميزوبريسول حكينا انك تعطي اجونست، فبالتالي هو بروستاجلاندين اي 1 انالوج، which is كريبتو عفوا سايتو بروتكتيف، فبزيد عندك الميوكس وبزيد البايكوبرين سكريشن،
وبقول ال HCL secretion لأنه حكينا واحد من أصدقاء البروتون بامب اللي هو ميزوبروستول، فإذا هون هو الوحيد اللي إذا تفعل بعمل inhibition، باقيات كلهم بعملوا يعني مش inhibition يعني يعملوا activation. واضح الآن. uses selective use in NSAIDs induce gastrointestinal ulcers، هاي كثير مهمة، إنه إذا حكالك واحد عنده ulcers نتيجة ال NSAIDs، لأنه يعني مثلا واحدة عندها روماتويد أرثرايتس ولازم تاخذ كل يوم NSAIDs، وبدنا نحمي السمك عندها، شو أفضل إشي؟ ممكن يكون أفضل إشي اللي هو الميزوبروستول، لأنه هو اللي بحمي من NSAIDs induce gastrointestinal ulcers. زائد إنه شغلة ثانية، مش بس ال NSAIDs، للأسبرين إذا برضه حكالك واحد لازم يضل يمشي على أسبرين، شو ممكن تعطيه؟ ميزوبروستول. واضح هذا السؤال كثير كويس. الآن السكرال فيت، حكينا السكرال فيت هو برو دراج أو بوليمرايز بوليمرايزز من جاسترونتستينال هيومنال سيرفيس فروم بروتكتيف جيل، عفوا فورم بروتكتيف جيل، يعني هو برو دراج مع الأسيديتي بتحول لبروتكتيف جيل ستيكي جيل ويلزق على كوتد ذا ألسر بيت. بحتاج اللي حكينا بحتاج اسيد بي اتش حتى انه يشتغل. فبالتالي اذا انت اعطيت سكرالفيت مع مثلا اتش 2 انتاجونست، يعني تكون انت في عندك مشكله. واضح؟ دير بالك تعطي سكرالفيت مع انتاسيد او اي شيء بيقلل الاسيدتي، لانه يحتاج الى اسيدتي حتى يشتغل. طيب فيوزز انه انكريز الهيلينج وديكريز الالسر ريكرنس، انكريز الهيلينج للالسر يعني. لان البيزموث هذا ما حكينا عنه، البيزموث سبسلسليت هو تقريبا زي السكرال فيت، فاذا انت اعطيته بس هو مش برو دراج بيشتغل مباشره، بيروح على سلكتفلي بيروح على الالسر بيغطيها بحميها من حموضه المعده، بحميها من الاسيد والبيبسين. برضو واحد من الريجمن حكينا مع الميترونيدازول تتراسايكلين واوميبرازول تو ايراديكيت الاتش بايلوري. واضح. الان اخر شيء اللي عندك الانتاسيدز، انتاسيدز مضادات الحموضه، في عندك المنيوم مغنيسيوم وكالسيوم بايكارب، هذول الثلاثة ممكن يعطوا. هسه بس احفظ انت شو السايد افكت مباشرة. ألمنيوم بعمل كونستيبيشن، مغنيسيوم بعمل دياريا، كالسيوم بايكارب شو؟ بايكارب بيعمل لك إذا كثير تستخدم الكلوسز. تمام؟ الكلوسز. فبالتالي ميكانيزم اوف اكشن مباشرة هم بيزز أصلا. هم بيزز. فبالتالي بدهم نيوتراليز الأسيد الموجود عندك وين؟ بالستوم. فحكينا سايد افكت كونستيبيشن للالمنيوم، دياريا للمغنيسيوم، واحفظ انه هون الكلوسز ممكن تعمل. الان شو المشكله عندي هون بالانتاسيدز؟ انه بدك تحفظ شغلات. اول اشي انه اذا انت اعطيت انتاسيدز بتزيد الاورال ابزوربشن للكوينيدين او لاي اشي، يعني خلينا نحكي اي دراج اي ويك بيس دراج زي الكونيدين مثلا. الكونيدين هو واحد من ادويه القلب، فبالتالي انت اذا زدت الابزوربشن للكونيدين ممكن يصير في عندك فنتريكولار اريثميا ومشاكل. واضح؟ فبدك تفكر بالشغله هاي. تمام. الان برضو انه بيقلل الابزوربشن للورفرين، احفظ. فاذا انت بتعطي انتاسيد الورفرين ممكن ما يشتغل كويس ويزيد عندك الريسك للثرومبوسز. وعندك الانتاسيدز نفسهم ممكن يقل فاعليتهم، تقل نتيجه التتراسايكلين، لانه التتراسايكلين بيعمل اذا تتذكروا كليتنج للمغنيسيوم والكالسيوم والالمنيوم. عشان هيك حكينا انه لا تحاول لا تشرب اي حليب او لبن مع التتراسايكلين لانك ما راح تستفيد منه. مظبوط. وحكينا ممنوع تعطيه للاطفال لانه يحرمهم من امتصاص الكالسيوم لانه راح يرتبط بالكالسيوم. اذا اعطيت التتراسايكلين مع انتاسيد راح يظل وجع المعده او حموضه المعده لانه الانتاسيد ما راح يشتغل كويس. واضح. هاي بالنسبه للدراجز اللي نستخدمهم حتى نقلل حموضه المعده. وان شاء الله الفيديو اللي بعده راح نتكلم عن الانتي ايميتكس باختصار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.